ليش بدي اروح اشوف قلبه؟ انا ما بعاتب يعني. كارلوس عزار يرفض العتب وسعيد باصداء سيلاتو. انا ما بفوت بهالمطارح. هاي مش رح تقطع هيك على خير. ابدا ما رح تقطع على خير. شو عملت؟ أحداث مشوقة وتطورات سريعة بيتابعها الجمهور حالياً في مسلسل ستيلاتو اللي بينعرض على قناة NBC4 ومنصة شاهد. نسيت شيء ولا لا؟ فمع زيادة مستوى الحماس في المسلسل كنا بنشوف المتابعين بيعبروا عن إعجابهم بقصة العمل واختيار الأبطال وثنائيات المفضلة عندهم، وواحدة منهم ثنائية جويل وطارق اللي جسدوها ريتا حرب وكارلوس عزار. والله العظيم يا طارق إذا بعرف إنك عم بتشوفها لقيتك. خبرنا شوي كيف ملاقي الأصداء هيك الأولية على المسلسل ودورك مع ريتا ومع هالممثلين؟ يعني مسلسل عامل نمبر 1 ب 18 دولة لهلأ، فبفتكر إنه أصداءه كتير منيحة، ردود الأفعال ممتازة، العالم كتير عم بتحبه، مسلسل عم يوصل لأكبر شريحة من المجتمع العربي. شو قال لحجر سيدي؟ خلص اسكت! ولك عيب. وبالنسبة لكارلوس فالأجواء العائلية اللي كانت ما بين الأبطال هي واحدة من أسباب كتيرة لنجاح العمل. هيدا كله عم ينعكس إيجاباً، يعني هالجو يلي انخلق بالمسلسل بالكواليس انعكس إيجاباً على النتيجة. ومع الأصداء اللي حققها كارلوس بشخصية طارق كان لازم نسأله إذا حد بارك له بنجاحه. حدا من زملائك دقلك وهيك شجعك؟ ايه طبعا كتار، اكيد كتار. انا ما بفوت بهالمطارح، مش لقلي يعني مين دق ومين ما دق، انه عادي بتصير يعني. وطبعا سؤالنا لكارلوس كان ليه سبب، فهو واحد من فنانين كتار اتوجه لهم عتاب من توني عيسى كونهم مهنهوش على نجاح دوره في مسلسل العين بالعين، وده كان في لقائنا السابق مع توني. في ممثلين بحبهم هم بيعزوا عليك، ما كنت يعني بحب كارلوس يقول لي مبروك. توني عيسى عبر إيتي بالعربي هيك سجل عتب صغير من بين اصدقائه اللي بحبهم عليك، انه ما هنيته هيك، كيف لقيته لتوني ورجعنا شفناك غردت؟ ما خلص غردت له، شو بدي اقول؟ تنطر تغريدات من الزملاء؟ لا يعني هيك اتصال بشوف انه بقراهم. بنطر كرمال شو يعني؟ تنطر مثلا رايهم بدورك، يهنوك على دورك، على نجاحك؟ ما انا ما بعاتب يعني، ما كل واحد عنده اشغاله بحياته اليوميه وبظروف البلد، يعني ما عم كون فاضي عاتب حدا، ما اصلا اتس نوت ماي كاركتر، انه بالنهايه كلنا بنشوف بعض وكلنا بنهني بعض. شو بدك عم تحكي لي؟ كانه رايح طلق بكره.